شب ضبطها كذا ولا لا؟ أيوة اليوم ما شاء الله. أنا البراد على فكرة اللي جانا أنا عارف وين جانا منه. البراد اللي جانا الأربع أيام اللي راحت ذي ما الحرق آثر أبو عاصم وأبو مالك جايين من الشمال. أي من شمال المملكة. ما شاء الله. فجايبين معهم البراد الله يجزاهم خير. فبناء عليه خلونا نرحب بهم أول شيء. حي الله أبو عاصم. يا هلا أبو عبد المحسن. الله يسعدك. طيب وجهك. جمل حالك. اللهم آمين وياك. أبطينا عنكم. أي والله أبطيت. أي والله أنا أبطيت. أي والله أبطيت. يا حبيبي. أبو مالك الرويلي أيضا. شرفنا اليوم ما شاء الله. الله يسلمك ويعافيك. اشتقنا لكم والله. الله يسعدك ويرفع قدرك. ترى أنا أتابع تغريداتك في تويتر. يشرفني طال عمرك. وما شاء الله والطرح الجميل اللي تطرحه اسال الله عز وجل الله يعافيك ويجعل حسناتك يا رب يا رب. الله يسلمك. لكن السؤال اللي يطرح نفسه قبل ما ارحب بالبقيه، يعني كيف شلتوا البراد؟ كيف رتبتوه؟ كيف جبتوه؟ هو طال عمرك البراد بصدورك وما هو بالواقع يعني. انتم ما شاء الله تبارك الله تشعرون به ولا احنا ما حادرين منه. يعني جينا ذبحنا القيض وجينا على بالنا ان هي نتبرد عندكم يعني. ايه بس انتم ما شاء الله حسيت الوضع مختلف يعني. بس تبرت ولا اي؟ لا بشك براد والامور زينه ربي لك الحمد. يا ربي لك الحمد. بس ابو حسان شوي يعني يرتسى علينا، احترينا البارح بس الحمد لله الامور طيبه. ليش سويت ابو انهم اللي رحتوا له الامس؟ رحنا له امس عند حبيبنا ابو عبد المحسن قابلناه. لا ابي في الليل. لا والله ما قدرنا. ايه اعتذر والله. ايه في الليل امس ابو حسان امس مسوي مقلوبه لكل البطون مطلوبه. يا إله. نعم. وش الطبخه يا ابو حسان؟ والله مقلوبه. مقلوبه مقلوبه. ما عدلتوها؟ كنا في ضيافه. حلوه. انها كذا لازم تكون مقلوبه. يقول ما عدلتوها مقلوبه. لازم تكون مقلوبه. ما عدلتوها. ما تتعدل. شلون؟ راحت. انقلبت. انقلبت خلاص. الحمد لله. حيا الله ابو حسان. الله يسلمك ابو عبد المحسن. ويكرمك الجنة على عزيمتك أمس. الله يغنيك. أسأل الله أن يكرمك ويكرم كذلك أم عبد المحسن وأهل بيتك، لأن دائما إذا شكنا الرجل ننسى الأهل أن ندعو لهم. والله حقيقة عند الناس الرجل دعا وقال أكرمك الله يا راعي المنزل، الله يكرمك ويكرم أهل بيتك. طيب هذا الدعاء كم من صالح أن يفتح الله بدعوته خير للجميع. صدق يا أبو حسان أن قلطنا عند أحد أني أجي عند حول الباب اللي يم الصالة. يا سلام. أنعم الله عليكم، أنعم الله على اللي تعب واللي بذل واللي اجتهد. إيه ثم هذا قال والله هي مبسوطة. أقل حقه. إيه والله كان. ما ربي يقول فقل له ما قولا كريما لأبويك، يقول أفضل بر القزي. هذا الكلام. يا هم مساكين بحاجة. يوم عزمنا الله يسعده سعد الدين حبيبنا من فلسطين على مقلوبة مقلوبتهم. فهو كنيته أبو مأمون، فكتبت له جتنا طبخة في الماعون ما في مثلها وسط الكون، طعما غالي من كذا، شكرا شكرا يا مأمون. يا سلام. كم وارسلها لها؟ قال هذا من المهيد بالرسالة. ما كملنا أسبوعين للمقلوبة الثانية جاءت. صارت مقاليب. كلمة طيبة لها تأثير. وشغل مليان مو بأي كلام. شغل يعني ما تحس إنها ساق معدية. أي والله يا رب لك الكلام الطيب. حيا الله أبو حاتم. الله يسلمك. نورنا يا حبيبي. الله يسلمك ويبارك فيك. قلوبنا وقلوب المشاهدين. لبى عينك لبى قلبك. شلون مشعل؟ والله بخير. أمورها زينة. أي والله رجعت للدوام ما تصبر عن الدوام. ما تلا. حاولت بقى ارجعها الا ولد بنتها قال انا رايح، قالت يلا ابى اريحك ماني. والله ما تلا يا رجل الدواد. شوف الديار القرى يمكن فيها اريحي ضجيج الضجيج اقل بكثير واريح سبحان الله، ويمكن ابرد بعد. ايوه ابرد ابرد بكم درجه؟ في الليل تحط فراشها الخدامه في الحوش تستانس. يا سلام تحظى والقمر. قال العامله حطت الفراش ومشعل حست بانتعاش. يا سلام
صارت تربيتها في ابو حاتم يا الربع ما راحت بلا بلا تعبها على ابو حاتم. اي والله يلا بشويش الله يحييك يا مرحبا يا مسهلا الله يبارك فيك الله يحييك ويجزاك خير. اليوم يا جماعه الخير بعد غياب طويل ابن سحمان يعني مشتاقين له مشتاقين للعطاءات وجماله. حيا الله ابو نايف الله يبقيكم ويحييكم كلكم مشتاقين لك ابو عبد المحسن انت والحاضرين كلهم لبعين عنهم ولكن بعض الظروف والاشغال ولكن ان شاء الله نتواجد في الايام الجايه. اقول والله والله يا جماعه الخير والله انه من اوفى هالمجموعه في المكارم الله يسعدك ما شاء الله ما فين من وفاكم لطول الحياه. ترى دائما من الذكاء انك ما تقول اوفى من اوفى ليه؟ لان عدد كبير ما شاء الله تبارك الله فيه حرص عجيب على البرنامج ما شاء الله حرص عجيب على الحضور ما شاء بل والله يا جماعه خير من بعضهم يقول ترى جمهورنا ومشاهدينا مهمين عندنا بشكل ما تتخيله جد والله اتكلم جد هذا حقيقه نبي نجي مهما كان نبي نجي لذلك ولله الفضل والمنه الاقبال جميل ولله الحمد على اهل البرنامج نسال الله عز وجل ان يطرح فيه البركه ونجعله في ميزان حسنات الجميع يا ربي يا الله. ابو عبد العزيز بندر السلمان حبيبنا الغالي ما شاء الله وجميل الاصلاحي والاستشاره حينما تاتي عليه اغاره يكشف لنا بعض اسراره ويعطينا من فيض اشعاره لا ما عندها شيء طيب اخبار 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 ولا نقول مناره مناره ولا انواره نواره انواره انواره انسب من فيض انواره. ابو عاصم لبي كنا ما جاز لك الكلام اللي قلته لا بالعكس لا بالعكس صحيح حسيت الابتسامه فيها هذا بس كنت ادور احسن يعني شغلت اي شغلت معك يعني بس كنت لا فزع بس ما مداني يا سلام ما مداني يفزع الشمال يريض وحنا عجيب تحيه خاصه وجميله ومميزه ورائعه وفخمه وكل الحلاوه فيها لبو حسيني حبيب قلبي اللي جنبي الله يطول مساعد هي بيهاوشني بعد شوي وانا لذلك خلها تحيه خاصه عشان خلاص ينتهي الموضوع. أيوة حيا الله ابو حسين الله يحييك ابو عبد المحسن وحييك وحيي اخواننا الحاضرين وحيي المشاهدين واقول ان شاء الله كل عام وانتم بخير وشو ذا ولا ما له داعي الا كل عام وانتم بخير كل عام ما لها مناسبه يلا ماشي الحال في شيء ها اليوم الوطني ها تو اليوم الوطني تو باقي ايه الله يسعدكم جميعا يبارك فيكم جميعا لكن امس كان يوم ميلاد ولي العهد ولا لا؟ ايوه ايه اي صح هذا قصدك؟ هذا قصدي ايه بارك الله فيك لا هو ترى ما يقول هادف يعني يا سلام يا سلام احنا نسال الله عز وجل ان يبارك في ولي العهد وان يسعد وان يوفقه لكل خير وان يحفظ الملك سلمان وان يشفيه ويمتع بالصحه والعافيه يا ربي يا الله الله يسعدكم جميعا يا مرحبا يا مسهلا حيا الله الجميع لاننا على ما قال عددنا ما شاء الله طيب نعم نبي نبدا بالقراءه مباشره نعم. ابو حاتم عندك كل الله جزاك الله خير ان شاء الله تفضل.